اهلا وسهلا بكم متابعينا الى فقره مؤثرون من برنامج صباحكم اجمل. ضيف حلقتنا لهذا اليوم في فقره مؤثرون شاب كرس جهده ووقته لتعليم الشباب والشابات ما تعلمه هو في السابق. انشا شركته الخاصه بمجهود شخصي ليساعد الشباب الراغبين في العمل بمجال الميديا بجعلهم قادرين على الخروج الى سوق العمل بشكل جاهز بدورات تدريبيه ومتكامله. صحيح، بدا بها في عام 2021 وقد تخرج على يده العديد من الذين أصبحوا لهم الآن اسما ورمزا متداولا. يسعدنا اليوم أن نرحب بالمدرب في مجال التصوير والمونتاج وكذلك الإخراج وفي مجال أيضا الفوتوشوب، المدرب أيوب الجبري. أهلا بك أستاذ أيوب. حياكم الله. سعادة جدا بتواجدك معنا في استديو صباحكم أجمل عبر زوم. ولنا الشرف طيب. اهلا وسهلا ايوب. احكي لنا بس ايوب عنك وعن تجربتك وعن مجالك اللي قمت من خلاله بفكره التدريب وفتح ورشات التدريب للكثير من الراغبين في الدخول بمجال الميديا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الفكره هذه جاءت لانه تعرفوا وضع البلاد وفرص العمل لدى الشباب كانت قليله، فاحنا بدانا بها اشتغلنا في هذا المجال، فرأيت انه لابد ان احنا ندرب الشباب اقل حاجه يعولوا اسر وياخذوا من هذا المجال باب رزق لهم بشكل كبير جدا. ففتحنا هذه الدورات والحمد لله في اقبال، وبداوا الناس يدخلوا هذا المجال ويفهموا، حتى الناس العاديين اللي مثلا عندهم مشاريعهم الصغيرة ما عندهم الإمكانية أو يجيبوا مصور يصور لهم، فعلمناهم طريقة التصوير بالكاميرا أو بالتلفون كيف ممكن يأخذوا اللقطات بالشكل المطلوب وينشروها للناس بحيث أنه تكون الصور جميلة. جميل أيوب أنك نقلت تجربتك وخبرتك للأشخاص وجعلتهم أيضا يستفيدوا من خبرتك. أيوب، ما هو أول عمل قمت به ومنذ متى كان هذا العمل وكيف كان؟ احكي لنا كيف كانت أول تجربة لك في التعلم في هذا المجال وكم لك في هذا المجال؟ بالنسبة للأعمال اللي بدأنا بها، أنا بدأت كانت هواية أني أشتغل بالتلفون دائما أصور، فأول دورة بدأتها أو اشتغلت أو درست الدورة كانت في 2015. بدأت انطلق من هذا الفترة تخرج في المبادرات وخرج في المؤسسات وخرج في الأعراس مجانا حتى اطور نفسي، و تارت الايام وبعدين ان شاء الله التحقت بقناه فضائيه واشتغلنا فيها، ومن بعدها في 2018 هذا كان، بعدين انطلقنا في الاعمال اللي خرجنا من موضوع الفوتو او الاعمال اللي هي الهوايه الى موضوع الاحتراف في تصوير الفيديوهات والاعلانات والبرامج. صراحة أيوب هي حاجة حلوة أنه الناس اللي هم متعلمين أشياء من سابق أو دارسين أشياء من سابق وكذا شافوا أنه عادت عليهم بالنفع، جميل جدا أنهم يقوموا بتدريب غيرهم عشان يستفيدوا منها في المستقبل. طب كلمنا عن الدورات اللي أنتوا قمتوا بها، على إيش تشمل أو على إيش تحتوي أيوب؟ في البداية الدورات اللي إحنا أقمناها كانت أساسيات التصوير، يعني كنا نستهدف الناس المبتدئين اللي هم جدا يعني عاد ما عرفوا التصوير، فشفنا انه لازم نبدا بهذا المجال، فبدانا اسسنا دوره التصوير الفوتوغرافيه اللي هي كانت لمده اسبوعين، فشفنا فيها اقبال وكان الناس تطلب هذا الشيء، خاصه انه المتخصصين في هذا المجال قله، المعاهد كثيره لكن المتخصصين في هذا المجال قله، فبدانا انشانا اللي هي دوره الفوتوغراف. بعدين شفنا انه في طلب على دوره انه كيف نضبط الاضاءه داخل الاستوديو، بدانا فتحنا دوره الاضاءه، شفنا في ناس بدات تطلب الدورات اللي هي الاحترافيه الاكبر في موضوع الفيديو ومانع الاهتزاز الجامبل، فتحنا هذه الدوره برغبه من الناس، وبعدها طلب الناس اللي هي الصور، تعديل الصور بالفوتوشوب وليس التصاميم، انما تعديل الصور، تعديل البشره والالوان، ففتحنا هذا المجال، فالحمد لله بدانا في هذه الاحترافية، وعما قريب إن شاء الله نفتح الدورات اللي هي السينمائية بإذن الله.
إن شاء الله. أكيد نتمنى لك التوفيق أيوب. نسمع دائما أن العديد من الشباب يقومون بدراسة دورات عديدة، خصوصا أنه الآن أصبح في مجال في اليوتيوب أنه في ناس كثير يدخلوا يلجأوا لليوتيوب ويتعلموا، لكن لما يجوا يطبقوا على أرض الواقع ما يقدروش. برأيك ما هو السبب؟ هو بالنسبة لموضوع اليوتيوب، كثير من الناس، احنا من كان فاهم او عنده معدات او درس مسبق ممكن يدخل اليوتيوب، لكن كبداية ما بتفهم حاجة، ما عندك رؤوس الأقلام اللي ممكن تبحث عليها في اليوتيوب، ما عندك الخبرة الكافية، ما عندك الإشراف مدرب على رأسك عشان يعرفك الخطأ والصح. فهذه الأشياء اللي يقول لك أنا بدرس في اليوتيوب، صعب إنه اليوتيوب يجيب لك كل حاجة، لابد من مشرف أو مدرب فوق رأسك عشان يعلمك الصح والخطأ. كذلك لابد حتى المدرب يعطيك ما هي الأشياء اللي ممكن تبحثها كمبتدئ أو كجديد على اليوتيوب، لأنه أصلاً بيدخلوا يبحثوا في اليوتيوب، يبحثوا عن أشياء ما بتوصل لهم. مثلاً إحنا يبحثوا عن التكوين، فعندنا هي يعني تكوين التصوير، فأول ما يبحثوا على التكوين بيطلع لهم تكوين الأغذية والمشروبات والمنتجات، فما بيطلع لهم التصوير بالخالص. فاحنا بنعطيهم رؤوس الاقلام، بنشرف عليهم بحيث انهم يبحثوا بالشكل الصحيح. صحيح، يعني انه مهما بحث، صحيح نقول انه اليوتيوب عامل مساعد ايوب لدراسات ما تم او لتطبيق ما تم دراسته، لكن هي الدورات شيء اساسي عشان يفهم الاساسيات البسيطه حتى بتجربه عمليه. طيب ايوب، هل تتم المتابعه والاهتمام من قبلكم انتم كمدربين للمنضمين في هذه الدورات، ام فقط تكتفون بانتهائها واعطاء الدروس في وقت الدوره وبعد ذلك خلاص، يعني زي ما تقولوا الله يفتح عليك احنا درسناك واعطيناك موجود وانت دبر نفسك بعدها؟ لا، احنا كشركه انتاج فني احنا بنتابع المدربين حتى بعد الدوره، يعني الحمد لله بيتواصلوا معنا، حتى فاتحين باب الاستشارات لمن حتى ما تدربوا عندنا، فاتحين باب الاستشارات انه في اي لحظه في اي وقت ممكن تستشير او تسال، بنرد عليكم. المتدربين بنتابعهم، خاصه اللي راغبين في هذا الشيء، اللي حابين انهم يواصلوا تعليمهم، فبنستمر في المتابعة، وين وصلت، كيف مستواك، ما الذي عملته، وين إيش اللي اشتغلته. فحتى في موضوع الأسعار، يعني حتى بنتابعهم في موضوع الأسعار، بحيث أنه أي مصور لابد يكون له قيمة، ما يكونش مبخس في السوق ويشتغل المهنة، يعني كلما رخصت المهنة كلما قل احترام المهنة بشكل كبير جدا. نعم. صحيح أيوب، يعني أنت كخبرة طوال هذه السنوات ودربت متدربين عندك، نصيحتك للمقبلين على دخول هذا المجال، مجال التصوير والمونتاج والإخراج وكذلك الفوتوشوب، ما هي نصيحتك لهم؟ نصيحتي لهم أنه ادخلوا في هذا المجال مهما كانت الصعوبات، ومهما أنه المتدرب، أي متدرب بيخاف أنه ما عندوش إمكانيات أو معدات يدخل هذه الدورات، لا، ادخل، تعلم بالجوال، الجوالات أصبحت حديثة وأصبحت تأخذ نقول جزء من الكاميرا، صحيح الكاميرا فيها عدسات، فيها إمكانيات كبيرة، لكن مهما عندنا الجوالات الحديثة تقوم بالواجب، حاليا تقوم بالواجب، خاصة في الأوضاع، في الأشياء تقوم بالواجب في تصوير المنتجات والأطعمة، فبتصور، لا تأسوا، اشتغلوا، ادخلوا الدورات هذه، كثفوا من أعمالكم، خاصة أنه البطالة زادت، فأصبح هذا المجال مفتوح للجميع وفيها شغل للجميع، مهما كانوا مصورين كثر، لكن كل واحد ومعارض صغير. بالضبط. إذن أيوب الجبري مدرب في مجال التصوير والمونتاج والإخراج وكذلك الفوتوشوب، شكرا لك، كنت ضيفنا في فقرة مؤثرون، شكرا لك. العفو. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية أيوب.